من اوله بعيد عن الفنيات، يعني نبدا واحده واحده. السفريه نادي الزمالك احنا شفنا الاحداث اللي حصلت والتاخير وكميه الارهاق وكميه الانتظار اللي عملوها والترانزيت، الكلام ده كله احنا كلنا عارفينه. فبالتالي وانا كمان بطلع بطياره خاصه، يعني المفروض ان انا اريح لعيبتي. ده بالعكس طلع اللي انا شايف اللي هو ارهاق كبير جدا، واحنا كنا يعني لاعبي الكوره عارفين يا عمر طبعا ان ما ارهاق ينفعش، كبير جدا. وبعدين هم ولكن راحوا قدر الله ما شاء فعل. يعني دي اولها، يعني انا جالك هجيلك بسرعه. تمام. دي بدايه الرحله. هنخش في المباراه. تمام. اولا انا عندي عوامل تخليني ان انا ما اقدرش اكسب المباراه. عوامل، اقول زي لك العوامل الاولى. اول حاجه العامل اللي انا قلت عليه اللي هو الارهاق. تمام. تاني عامل اللي ببص عليه عامل الملعب، تمام. والملعب سيء. تالت عامل الجو والرطوبه. رابع تمام. عامل تغييرات الكوتش. تغييرات الكوتش. فانت عندك اربع عوامل تخليك ان انت ممكن ما تحققش الفوز في المباراه دي. تمام. خلينا نقول ان الثلاث عوامل الاولانيين احنا شفنا لعيبه نادي الزمالك قدرت اللي هي تشتغل كويس وكانت ماسكه كوره وراحت كذا فرصه كان ممكن نهدف فيها. طيب يبقى في حاجه او حاجتين عشان ما انساش، حاجتين، يبقى التغييرات الكوتش والراجل اللي يجيب لي جون. طيب احنا عندنا اربع عوامل، حضرتك قلت التغييرات والجو والملعب والارهاق. حضرتك عارف ان دايما الملاعب في افريقيا يعني في 2021 افضل من سنين كتيره معلش. فاتت، لا صح بس كده؟ مش هيبقى زي الملعب بتاع تونجايث بتاع بطل السنغال، الاهلي، بتاع الاهلي يعني مثلا. يعني يعني ملعب يعني الاهلي اني عالمي احسن قوي. ملعب الاهلي كان كويس. طيب هل حضرتك شايف يعني موضوع التغييرات ده ليه علاقه بتغييرات قبل المباراه ولا تغييرات اثناء المباراه؟ هنقول هو باكج اللي هو اللي في 18 واللي بره ال 18. طيب قول لي مين كان بره ال 18 يستحق ان هو كان يبقى موجود؟ خلينا نقول اولا انا الفرقه عندي بتعاني من قله الاجنحه. اوكي. خلاص. بمعنى اللي هو زيزو وفي بن شرقي. لو جيت بصيت ان انت لو الاثنين دول في حالتهم مش في حالتهم، واتكلمت مليون مره في الموضوع ده مش في حالتهم، طب انا بص عندي للبدله ممكن اغير ايه؟ اعمل ايه؟ هاجي ابص الاقي شيكابالا بره ال 18. تمام. طيب اجي ابص لو في جناح تاني ممكن اعمل تغيير بره على الدكه، في مين؟ مفيش حد. تمام. صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي قله الاجنحه اللي هي زي زيزو وبن شرقي اللي هما مش فايقين اعمل ايه؟ زائد ان التغييره بتاعت فتوح، انا غيرت فتوح باك ليفت صحيح. وهو كان ماشي كويس، صحيح؟ وما كانش فيه اي شكوى ولا الكلام ده كله. كنت انا اخلي عبد الله جمعه بدل ما انزله باك ليفت، مع ان فتوح بيأدي وشغال مش مصاب الراجل، اخليه جناح وهو اساسه جناح. من 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 ايه؟ من قله الاجنحه عندي اصلا ما عنديش. يبقى شيكابالا بره ال 18 وزيزو بن شرقي بس، وعندي راس الحربه اللي هو اسامه فيصل او مروان حمدي، واللي على الدكه بره عندي ما عنديش جناح بره. يعني خلي الاعداد يجيب لك الاحتياطي بره برضو جايز. انا هقول لك الاحتياطي واحنا مع بعض دلوقتي. فانت شيكابالا بره وما عندكش على الدكه اجنحه، صح؟ صحيح. طيب عندك امام عاشور. طيب امام عاشور انت بتوظفه الفتره اللي فاتت في نص ملعب. طب انت جازفت ولعبت بطريقه كويسه، غير مثلا هنقول بمثال ان الاهلي لعب بثلاثه نص ملعب وقعد يدافع والكلام ده. لا ده انت نازل بره ارضك بتلعب ب 4 2 3 1 عادي بفرجاني وطارق حامد. امام عاشور انت تقريبا عملت تغييره حسام اشرف قبل امام عاشور. حسام اشرف اللي هو ناشئ ما لعبتوش اصلا في الدوري ولا كان معاك، جاي تلعبه في ماتش زي ده. طيب امام عاشور، طب التغييره الاولانيه لما اجي اغير، طب انزل مثلا امام عاشور يشتغل مكان زيزو ولا بن شرقي؟ طيب بن شرقي ما كانش سيء خالص اللي هو يطلع، وزيزو يعني الكره بتاعته والفيتنس بتاعه والبدن بتاعه كويس، لكن برضه ما فيش اللي هم البدله اللي يعملوا لك التاثير عمر، التاثير اللي هو يكسبوك.
فبالتالي عايزين نقول طيب عايز اقول لحضرتك الاحتياطي نادي الزمالك كان مروان حمدي، عبد الله جمعه، امام عاشور، احمد عيد، عواد، حسام اشرف، دول ابرز الاسماء اللي موجوده. هقول لك مين كمان عندك، اسلام جابر، اسلام جابر احد اللعيبه اللي موجوده، وحازم امام كان موجود على دكه البدلاء. لا بس لا حازم بعيد، انا حازم بقول لك كان تقريبا ما سافرش. لا كمان لا كان هو انا بقول لك التاش، انا يعني فاتح، تمام. فاتح عندي طيب ومباراه الزمالك. اسلام جابر انا بقول لك موجود. التشكيل كله يا كابتن عشان بس حضرتك عارف، عشان حضرتك طلبت مني فانا بقول لحضرتك تمام الاسماء اللي تمام موجوده كلها. طيب انت عندك اسلام جابر وما عندكش اجنحه، طب ما عايز تعمل تغيير في الباك ليفت، طب نزل اسلام جابر لو هو يشتغل باك ليفت، وينزل عبد الله جمعه جناح. ما انا بقول لك الفكره ايه يا عمر، زي الاحداث اللي قلتها لك دي كلها، الاربع عوامل، وبعدين العامل اللي هو تغييرات الكوتش والتهديف. عندك دلوقتي في حته التهديف، اولا انت بدات لما تيجي نتكلم كده عمر، اسامه فيصل ومروان حمدي، تمام، انهي خبره فيهم؟ انهي اكيد خبره؟ طبعا مروان، اكيد طبعا مروان. اسامه فيصل يعني فيرود طبعا مستقبله بتاعه، كان شغال معايا ولعب كويس وهدف والكلام ده كله، لكن في مباراه زي دي طب ما نبدا بمروان، الراجل اللي انا شاريه ودافع فيه فلوس وبرده خبراته اعلى ويشتغل، لقيته وحش يبقى انزل اسامه فيصل. ما تنساش ان اسامه فيصل ده 2001 لسه صغير برده، ممكن ما يجريش الوضع، واول ماتش يلعب في افريقيا يعني. فبرده دي هنقول دي رؤيه فنيه. طب حته التغييرات دي يا عمر، التغييرات اللي هي مع نقص الاجنحه، لا في مشكله، في مشكله. الفرقه اللي كنا بنلعبها فرقه سهله، فرقه مش قويه قوي، هنا في مصر نكسبها كتير جدا، لكن دي العوامل اللي قلت لك عليها، اللي احنا ما نكسبش، النادي الزمالك ما يكسبش. من بس الاخر النقطه يعني يا كابتن، النقطه حضرتك شايفها ان هي النقطه كويسه في ظل الظروف اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، ولا الزمالك كان في ايده انه ممكن يكسب؟ لا كان في ايده ممكن يكسب. بس احنا يا كابتن اربع عوامل، الحاجه الوحيده اللي احنا الزمالك كان في ايده موضوع التغييرات، المدير الفني، هي دي الحاجه الوحيده. على الاقل، على الاقل يعني على الاقل ان انت عندك تغييرات كويسه بره امام عاشور وعبد الله جمعه. انا كان ممكن استغل عبد الله جمعه كجناح في ظل اللي انت شايف ان بين شرقي بعد الشوط، بدايه الشوط الثاني رحت انت مغيره، وانا بتفرج على المباراه يعني مش سيء، مش سيء ان انت تغير حاجه لعيب مؤثر يكسب نادي الزمالك على طول بن شرقي، تغيره. طب حتى لو وحش سيبه في الملعب.